في ساعتنا الثانية من برنامج اليوم، والتي سنبدأها من مصر مع الصيدلانية هناء أبو طالب. هي صيدلانية شابة تعمل بصيدلية واقعة بإحدى قرى مركز الواسطة التابع لمحافظة بني سويف بصعيد مصر. ألهمها عملها واحتكاكها باستشارات البسطاء واحتياجاتهم إلى تطوير تطبيق جديد أسمته هتلاقي دواك. نعم باسل، يعني هذا التطبيق هو مثل حلقة وصل ما بين الصيدليات وأيضا المرضى مساعدتهم على توفير احتياجاتهم من الدواء، وأيضا تقديم الاستشارات الطبية لهم عن بعد، طبعا بما يتناسب مع التباعد الذي فرضته الجائحة من جانب، وأيضا يساعد الصيدليات على تنويع مصادرها وأيضا تقليل نواقص الأدوية من جانب آخر. يحتوي هذا التطبيق الإلكتروني على قاموس لأصناف الدواء التي تصل إلى 17,000 صنف دوائي، وصعد هذا التطبيق بسرعة إلى المرتبة الثامنة في قائمة تطبيقات الدواء الإلكترونية في مصر. مثل كثيرين عانى أحمد عبد البر أثناء وباء كورونا من نقص في بعض الأدوية، لكنه وجد مبتغى بفضل تطبيق هتلاقي دواك الجديد. كنت في الشتاء اللي فات في موجة الكورونا ان انا كنت محتاج ادوية معينة، روافع مناعة وكده، عشان برضو كوقاية نفسي. فوالله قعدت ادور كده، سألت حد قريب فقال لي ان فيه ابلكيشن اسمه هتلاقي دواك، فممكن لو انت محتاج اي حاجة توصلها بسرعة. فبالفعل اتفعلت مع الابلكيشن، كنت محتاج ثلاث اصناف كده، فوصفت الصيدلية عندنا في بني سويف في عبد السلام عارف، فروحت جبت منها الاصناف اللي انا محتاجها. تزايد دائرة المستفيدين من التطبيق وتوفير الأدوية للمرضى في أصعب أوقاتهم عكس نجاحاً نسبياً للتطبيق الجديد الذي خرج للنور بعد تحديات عدة. تطبيق هتلاقي دواك الغرض منه أن يكون حلقة وصل بين الصيدليات والمرضى لتوفير احتياجاتهم من الدواء وتقديم الاستشارات الطبية. قصة نجاح كانت وراءها أسرة داعمة. جات لها الفكرة من حوالي سنة ونص. أنا الأول كنت قلقان منها، وبعد كده دعمتها على قد ما أقدر. أنا طبعا خبرتي الدوائية في سواء في الشغل في الصيدلية أو مع المخازن أو مع الشركات أكبر بكتير منها، وهي خبرتها في التكنولوجيا أحسن، عشان أنا في التكنولوجيا أقل منها الصراحة بكتير. فأنا دعمتها، جبت لها مخازن، كلمت لها مخازن، كلمت لها شركات، كلمت لها مندوبين، بحيث إن إحنا نوفر كمية كبيرة من المخازن تقدر تتعامل معاها، عشان في الأول والآخر احنا عايزين نوفر النواقص اللي موجودة كتير في السوق المصري للمريض، عشان دي شكوى كبيرة جدا جدا في السوق المصري. طرح حاولنا نساعدها جدا، حاولنا نكلم الناس على الابليكيشن، نقنع زمايلنا ان هو فكرة مفيدة، نزود معها افكار جديدة في الابليكيشن، ان احنا فكرة الاندكس الطبي عشان الدكاترة البشري يقدروا يستعينوا فيه في الاسماء التجارية للادوية، فكرة ان احنا نعمل باب سيكشن للاستشارات الطبية في الابليكيشن وندخل نساعدها ان احنا نجاوب على الاستشارات دي، ونقنع زمايلنا برضه ان هم يدخلوا يجاوبوا معاها. فقدر المستطاع بعد ما الفكره بدات، صراحه هي اللي بدات وتعبت، فاحنا بس الفكره بدات تنجح حاولنا نساعدها على قد ما نقدر ونتفحل امام دايما. لما جت فكرت في الموضوع ده، احنا في البدايه كلنا متخوفين من النفقات اولا، والخوف لا قدر الله من الفشل ثانيا. فخور بها كواحده ست مسؤوله عن زوج وبيت واولاد، وتنجح النجاح ده اللي ما قدرش يحققه ناس كتير فاضيين، فأكيد من حقك أب إن أنا أفتخر بيها وبدعي لها بالتوفيق إن شاء الله. مساعدة الآخرين سلوك إنساني واجتماعي مهم جدا لتحقيق التوازن في المجتمع، كما يعمل على تقريب العلاقات الإنسانية بين الأشخاص وتبادل المنافع والخدمات وتحسين مستوى الحياة بصورة عامة. من محافظة بني سويف، مي عدلي، الحرة. والآن تنضم إلينا الصيدلانية المصرية الدكتورة هناء أبو طالب صاحبة فكرة هذا التطبيق. صباح الخير عليك دكتورة هناء. أعتقد أنه من المهم في البداية أن احنا نقول أن كلنا بنأيد كلام الوالد وكلنا فخورين بهذه المبادرة التي أطلقتيها. خليني أسألك في البداية عن مصدر هذه الفكرة، من أين جاءت الفكرة، وكيف ومتى أدركتي أن هناك أساسا احتياج لمثل هذا التطبيق اليوم؟
صباح الخير عليكم جميعا، شكرا جدا لكم الأول على الاستضافة وإتاحة الفرصة لي لتوضيح وجهة نظري. مبدئيا هي الفكرة جات لي من طبيعة عملي في الصيدلية، نظرا أن أنا صيدلانية فعندي خلفية باحتياجات السوق والمشاكل اللي بيعاني منها، وأنا شخص محب للتكنولوجيا جدا وبحب أن أنا أستخدمها قدر المستطاع بشكل جيد ويتواكب مع متطلبات العصر. طب دكتورة هناء، كلمينا شوية عن أبرز الصعوبات اللي واجهتك أثناء تنفيذك لهذا التطبيق، وأيضا إيش هي التحديات اللي واجهتك إجمالا لحتى الآن، يعني مثلا في موضوع توفير الأدوية، التعامل مع المندوبين، التوصيل، المخازن وهذه الأشياء. أصعب حاجة في البداية كانت تكوين فريق العمل، لأن الموضوع مختلف تماما، مش مجرد أن أنا بمسك موبايل وبعمل بيه حاجة بسيطة، لا ده كان إنشاء تطبيق كان شيء صعب جدا. توفقت ولله الحمد في تكوين الفريق، اللي ساعدني فيه قريبي هو Software Engineer، بوجه له الشكر طبعا باشمهندس أحمد ثروت. بعد كده كانت طبعا الأمور المادية صعبة جدا، خاصة أن التطبيق كامل نفقات شخصية وتمويل شخصي مني. طيب هل بتشوفي أنه إقامتك في قرية في صعيد مصر كانت ربما الدافع الأكبر للتوجه نحو تأسيس تطبيق يلائم أو يلبي أهم احتياجات المنطقة، خصوصا وأنه تطبيق مجاني؟ أكيد طبعا، نشأتي في القرية كانت شيء يسعدني جدا، هي كانت نقلة مختلفة شوية من بعد حياتي في الإمارات، لكن كانت دافع قوي جدا ليا ان انا اقدم خدمة للمجتمع، ان التطبيق في الاخر يشمل مصر كلها مش القرية بس، لكن اكيد هي كانت دافع قوي جدا ليا من نبعة من حياتي البسيطة وسط أهلي، لو حبيت أقدم لهم أكبر خدمة ممكنة قدر المستطاع. هل كان جانب من وجودك هناك أنك يعني شعرتي بأن المنطقة فيها احتياجات معينة، أنها كانت من المناطق الأكثر احتياجا ربما، وبالتالي قررتي أن التطبيق يكون مجاني، خصوصا يعني هذا القرار ليس بالسهل على شخص يقوم يعني بمشروع لديه تكاليف معينة يجب أن يراعيها أيضا؟ أكيد صعب جدا، لكن من ساعة ما جيت مصر وأنا عندي إحساس بمسؤولية مجتمعية بحاول قدر المستطاع أن أنا أساعد الناس، ولقيت أني مش هقدر أساعد كل الناس من خلال صيدليتي بس، فحبيت أن يكون لي دور وأني أترك بصمة في المجتمع نابع كمان من حبي لمهنة الصيدلة، فحبيت أني أسيب بصمة في مهنتي ومجتمعي. يعني جميل هذا الشعور بالمسؤولية المجتمعية، وحتى الشعور بالأنسرة، يعني الواحد يشعر بالناس اللي حول الناس المحتاجة، وتحاول أن هي تفيدهم قدر المستطاع بخلفيتهم العلمية وطبعا خبرتهم إجمالا. لكن أبغى أسألك، يعني هذا التطبيق بطبيعة الحال هو يحتوي على قاموس شامل للأدوية، ولكن يعني هل من الممكن توثيق التطبيق وتوسيع العمل به بحيث أنه يوصل لمستوى حكومي؟ ياريت، أتمنى طبعا، وبحاول قدر المستطاع أن أنا أتواصل مع مسؤولين، يمكن تكون علاقاتي محدودة جدا في الموضوع ده حاليا، لكن طبعا بحاول، لأن تجميع الداتا دي في القاموس ما كانش سهل إطلاقا، فحابة طبعا أن أنا أوثقه وأنه يكون معتمد من قبل الحكومات هنا في مصر، ويكون معتمد على مستوى دولي أكبر بكثير إن شاء الله. طيب دكتورة هناء، يعني في البداية كانت من الصعيد واحتياجات الصعيد، اليوم التطبيق لا يقتصر على الصعيد بل يغطي كل محافظات مصر، هل كنت تتوقعين مثل هذا الإقبال على التطبيق وهذا النجاح، وما هي طموحاتك أيضا، طموحات الدكتورة هناء في المستقبل؟ ما توقعتش كده خالص بصراحة، لأن محافظات مصر كتيرة، والموضوع الماركتينج أو التسويق أنا ما كنتش متخيلة حجم الصعوبات اللي هتقابلني فيه، لكن لا الحمد لله إن هو قدر يوصل لكده، لأنه الحمد لله بيلبي احتياج المجتمع في حتة الدواء، نعم، وبيطمن المريض في وقت هو كان محتاج ده فيه جدا، ف
سعيدة جدا ولله الحمد بالنتيجة اللي احنا وصلناها لغاية دلوقتي. وحنا كمان سعيدين بمشاركتك هذه التجربة معنا عبر طبعا قناة الحرة برنامج اليوم، ونشكرك مرة ثانية على أهل الشعور الإنساني. كنت معنا الصيدلانية المصرية الدكتورة هناء أبو طالب، شكرا جزيلا لك.